السلام عليكم شلونكم شغباركم؟ يا ربي الكل تكون بخير وبصحه وبسلامه وياكم ايمان بقناتي قناه ايبي لفن الكروشيه رجعت وياكم بالجزء الثاني من باترون الاميره بيل من والوحش واليوم بهاي الفيديو راح نشتغل الفستان فعلى مود نشتغل الفستان بنات نحتاج خيط لون اصفر فاني جبت خيط اليزا كوتر جولد وهاي رقم الكود مالتها تقدرون تاخذون سكرين عليها لان احنا نحتاج درجة باللون الاصفر تكون فاتحة جدا بتكون غامقة تمام؟ واكيد نشتغلها على السدارة رقم ثلاثة فهسه مباشرة نبتدي بالشغل. بسم الله اول شي بنات نسوي عقدة البداية. من بعد ما سويت عقدة البداية ارتفع ثلاثة واربعين سلسلة. واحد اثنين ثلاثة أدي ارتفع ثلاثة وأربعين وارجعلكم لكم ارتفعت ثلاثة وأربعين سلسلة السلسلة الأخيرة راح نتركها ما راح نشتغل بها مباشرة ندخل سنارتنا في السلسلة الثانية نسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو ونحسبها نقول هاي أول غرزة حشو اللي بعدها ثاني حشو ثالث حشو وهاي الرابع حشو خامس غرزة حشو وهاي سادس غرزة حشو اشتغلت ست غرزات حشو ورا بعض يعني بوف في نفس المكان وراها الغرزة السابعة تشتغل تزايد حشوتين في نفس المكان تمام وهاي التزايد وهكذا إلى نهاية السطر ست غرز حشو زائد تزايد إلى أن تكمل هاي السلاسل كلها كملت بنات وصلت إلى نهاية السلاسل آخر شيء يصير التزايد يعني اشتغل ست غرز حشو زائد تزايد وحاليا عدد الغرز ثمانية وأربعين غرزة حشو بدون ما نرتفع سلسلة نقلب القطعة تمام ونشتغل سطر ثابت بين الحشوات إلى نهاية الغرز إلى نهاية السطر كلها حشوات ثابتة وعدد الغرز ثمانية وأربعين غرزة حشو كملت بنات سطر من الحشوات الثابتة إلى أن وصلت إلى نهاية السطر حسب هاي السطر راح نقلب القطعة وراح نطلع حفرة اليد الكتف التخسيمة مالتها حتى يطلع مضبوط لازم شوية تركزوا وياي ان شاء الله يطلع يبكو مضبوطة زين على بد اشتغل حفره اليد لازم نشتغل في الحلقات الخلفيه الحلقات الاماميه من الغرزه راح نتركها فاول غرزه شوفوا تحت السداره مباشره اسحب الخيط واشتغل غرزه حشو تمام ونحسبها نقول اول حشو شوفوا كلها في حلقات الخلفيه هاي ثاني غرزه حشو وهاي ثالثة رابع غرزة حشو خامس وهاي السادس السابع وهاي غرزة الثامنه ثمان حشوات فردية ورا بعض بربعتها مباشرة ألف الخيط على السدارة والغرزة اللي بعدها أشتغل غرزة نص عمود تمام ايضا الف الخيط على السدارة وفي نفس المكان اللي اشتغلنا بيها غرزة النص عمود راح اضيف عليها غرزة عمود بلفة اوكي زين ارتفع سلسلتين واحد اثنين والف الخيط على السدارة وبالتحت احسب اترك عشر غرز حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في غرزة رقم إحدى أدخل صدارتي أسحب الخيط وأشتغل عمود بلفة شوفوا بنات إحنا راح نطلع حفرة اليد زين ألف الخيط على السدارة وفي نفس المكان راح أشتغل نص عمود أوكي وراها وصلنا الى قسم الظهر راح نشتغل اثمن حشوات فرديه ايضا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه اشتغلت اثمن حشوات فرديه الف الخيط السداره وفي الغرزه اللي بعدها ايضا راح اشتغل عمود. نلف الخيط السداره ايضا في نفس المكان غرزه العمود. يعني راح نكرر الشغلات اللي سويناها هنا راح نكررها بالجهه الثانيه زين سلسلتين الارتفاع يكون سلسلتين نلف الخيط السداره وأيضا راح نترك عشر غرز من التحت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة غرزة رقم إحدى عشر أحسبها من جديد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة في غرزة رقم إحدى عشر أدخل سدارتي وأشتغل غرزة العمود في نفس المكان غرزة النصف عمود تمام وعدد الغرزات المتبقية هي ثمان غرزات راح نشتغلهم غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهاي الغرزة الثامنة شوفوا بنات إحنا كملنا بالتقسيم الكتف الظهر وطلعنا حفرة اليد أول شيء ثمان حشوات غرزة النصف عمود زائد عمود في نفس المكان سلسلتين وتركنا عشر غرز حشو بالتحت زائد عمود ونصف عمود في نفس المكان ثمان حشوات فردية غرزة النصف عمود وعمود في نفس المكان أيضا سلسلتين ومن التحت تركنا عشر غرز عمود ونصف عمود في نفس المكان وثمان حشوات فردية حاليا بنات عدد الغرز ستة وثلاثين غرزة حشو زين راح نرتفع ست سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وداخل الحلقتين يعني مو في الحلقة الخلفية وايضا في الحلقات النورمال نشتغل حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص حتى بنوصل على السلاسل راح نشتغل غرزتين حشو انا أكمل ست سطور وأرجع لكم كملت بنات ست سطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص هسا نقلب القطعة ونلف الخيط على السدارة بنات وفي الحلقات الخلفية شوفوا نسحب الخيط ونشتغل غرزة نص عمود أيضا ألف الخيط وفي نفس المكان نص عمود ثانية يعني تزايد والغرزة اللي بعدها أيضا تزايد وهكذا إلى نهاية السطر كلها غرزات تزايد لكن في الحلقات الخلفية لا تنسون هاي الشيء كلها في الحلقات الخلفية اني اكملها الى نهاية السطر كلها تزايد نص عوابيد وارجع لكم كبلت بنات وصلت الى نهاية السطر كلها تزايد على غرزة النص عوابيد وحاليا عدد الغرز اثنين وسبعين غرزة حشو نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونقلب القطعة تمام وبهاي السطر راح نشتغل في الحلقات الاعتيادية مو الحلقات الخلفية تمام نسحب الخيط ونشتغل غرزة الدوس عمود ونحسب نقول هاي واحد غرزة اللي بعدها اثنين زائد ثلاثة ثلاث غرز حش آه... ثلاث غرز نص عوابيد في الرابعة راح نعمل تزايد تمام وهكذا إلى نهاية السطر ثلاث غرز نص آه... عوابيد فردية زائد تزايد إلى أن نوصل إلى نهاية السطر كبرت بنات وصلت إلى نهاية الغرزة ثلاث غرز دوس عوابيد زائد تزايد وحاليا عدد الغرز صار تسعين غرزة دوس عمود زين راح نجي نقفل الظهر نقفل الظهر ظهر الفستان تمام على أول غرزة الدوس عمود هاي راح نسحبها ونسوي منزلقة نرتفع السلسلة مجرد الارتفاع في نفس المكان نشتغل غرزة النص عمود والغرزة اللي بعدها أيضا غرزة النص عمود وراح نشتغل تسع سطور من النص عواميد الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص عدد الغرز تسعين غرزة راح نشتغلها لمدة تسع سطور وفي نهاية كل سطر بتجر إلى أول نقطة نسوي منزلقة وترتفعون سلسلة تمام ادي اكمل تسع سطور وارجعلكم كبلت بنات تسع سطور من النص عواميد الثابتة هسه اجي على اول لص عابود اسحب الخيط واسوي منزلقة وبدون ما ارتفع السلسلة اقص الخيط بسم الله تمام وادخل هاي الخيط لجوه الشغل وكملنا الفستان شوفوا ايش قد حلوه ومرتبه هسه هاي بوف فستان نقلبها الى الداخل تمام هاي بالداخل الشغل شوفوا بنات هاي البطانه مالتها خلي تشتغل هاي الحلقات شوفوها اللي تركناها راح ادخل سنارتي عليها واجيب خيط اللون الابيض تمام هسه راح نشتغل بطانه الفستان الاتك مالتها اسحب الخيط وارتفع السلسلة مجرد الارتفاع راح اشتغل على كل حلقة من هاي الحلقات المتبقية نص عواميد تزايد تمام الى نهاية السطر الى ان اوصل الى اول نقطة كلها تزايدات شوفوا هذولا هذولا الحلقات تكون واضحة الى ان اوصل لاول نقطة تمام أنا أكملها كلها تزايدات وارجع لكم كبلت بنات وصلت إلى نهاية الحلقة يعني نهاية السطر بما أنه سوينا كل حالي حاليا عدد الغرز صار 72 غرزة حشو راح أقلب القطعة وأرتفع سلسلة مجرد الارتفاع وفي نفس المكان شوفوا أول نقطة راح أشتغل سطر واحد من الحشوات الثابتة مو حشوات عفوا من العواميد الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أنا يعني كل بالية بالحشوة دائما فأخربط بالعوابيد أو بالنص العوابيد فهي رح راح نشتغلها إلى نهاية السطر نص عوابيد ثابتة قبل السطر ثابت وصلت إلى آخر غرزة هنا البنات راح أجي على أول نص عمود راح نقفل هاي منطقة الظهر تمام من الداخل نسوي عليها منزلقة. نرتفع أساسية مجرد الارتفاع ونقلب القطعة، حتى شكلها تكون على وجهها صحيح، تمام؟ زين راح نشتغل سبع سطور بين النص عوابيد الثابتة، بدون تزايد وبدون تناقص، على كل غرزة راح نشتغل غرزة نص عمود، وعدد الغرز لا يزال اثنين وسبعين غرزة حشو، يعني غرزة نص عمود عفوا، فإحنا نسوي كل سطر نكبلها. نجي نسوي منزلقة على أول نقطة ونرتفع سلسلة وهكذا لمدة سبع سطور. كملت بنات سبع سطور من النص عواميد الثابتة. هسة راح نجي إلى آخر سطر واللي هي أول شي نسوي منزلقة ونرتفع سلسلة في نفس المكان الارتفاع نشتغل نص عمود تمام في الغرزة اللي بعدها الثانية راح اسحب الخيط واشتغل منزلقة. بعد ما سويت منزلقة، ارتفع السلسلة مجرد الارتفاع الف الخيط على السدارة وفي نفس المكان اشتغل نص عمود شوفوا شلون صارت كأنه بتلات الوردة نكررها مرة ثانية حتى يكون اوضح للجميع شوفوا هاي الغرزة اسحب الخيط وأسوي منزلقة وراها سلسلة مجرد الارتفاع ألف الخيط السدارة في نفس المكان دوس عمود شوفوا وهكذا إلى نهاية السطر منزلقة سلسلة دوس عمود أدي أكملها كلها وأرجع لكم كملتها وصلت إلى آخر غرزة راح اجي الى اول غرزة الدوس عمود اللي سويتها من البداية واسوي منزلقة وبدون ما ارتفع سلسلة اقص الخيط على مسافة قصيرة بسم الله تمام اكيد هاي الخيط بعدين راح ننظفها واحنا كملنا شوفوا هاي البطانة شكد حلوة وننزل الفستان عليها شوفوا بنات كلش حلوة ومرتبة. هسه راح نجي نشتغل على كتف الفستان. من بعد ما كملنا البطانة راح نجيب خيط لون الاصفر. الخيط الفستان نفسه. تمام؟ وعلمود نشتغل على كتف الفستان تذكرون الحلقات اللي تركناها على الكتف. الحلقات تكون واضحة ومبينة. ندخل سنارتنا من فوق لجوا. تمام؟ وندخل خيط الأصفر لكن ضروري أول شيء يسوي عقدة البداية من بعد ما سحبت الخيط ارتفع سلسلة مجرد الارتفاع وفي نفس المكان اشتغل غرزة حشو زين وراها الف الخيط على السدارة وغرزة اللي بعدها نشتغل نص عمود تمام من بعد النص عمود أيضا ألف القطعة السدارة وأشتغل عشر غرزة عمود بلفة. هاي واحد اثنين وهكذا إلى أن نحصل إلى غرزة عمود بلفة. زائد 18 وهاي غرزة رقم 18 اشتغلت 18 غرزة عواميد بلفة شوفوا حتى على الكتف تمام هسا من بعدها مباشرة ألف الخيط على السدارة وأشتغل نص عمود. من بعد ما اشتغلت غرزة نص عمود، الغرزة اللي بعدها تكون غرزة حشو زين من بعد الحشو راح اشتغل غرزتين منزلقة وربعة يعني بهاي الغرزة اسحب الخيط واشتغل منزلقة غرزة اللي بعدها ايضا منزلقة اشتغلت غرزتين منزلقة وربعة شوفوا شلون صارت هسا مباشرة ننتقل الى جهة ثانية وراح نشتغل حشو زائد نلف الخيط ونشتغل دوس عمود من بعد دوس عمود راح اشتغل خمسة عشر غرزة عمود بلفة حزبوها ويايا هاي واحد اثنين خمستاش وهاي غرزة رقم خمستاش وكملنا الخمستاش العوابيد الثابتة هسه مباشرة نشتغل غرزة نص عمود واللي بعدها غرزة حشو ويتبقى أربع حلقات شوفوا راح أشتغل عليهم أربع منزلقات هاي الحلقة نشتغل أول منزلقة ثاني مزلقة ثالث وهاي رابع مزلقة تمام اشتغلت اربع مزلقات الى ان وصلت الى نهاية السطر هنا نسوي بنات بخيط نفسها ما راح نقصها راح ننزل الى فتحة الظهر شوفوا فتحة الظهر راح نشتغل منزلقات عليهم تمام شوفوا نجي هنا أنا على هاي مكان الارتفاع أيضا أشتغل منزلقة وأنزل من جوة هذولا كلها تكون غرزات منزلقة شوفوا بنات وصلت الى اول نقطة هنا انا ايضا اشتغل منزلقة وبدون ما ارتفع سلسلة اجي اقص الخيط بسم الله على مسافة قصيرة فقط حتى اخفيها وكملنا بنات من الفستان كلها شوفوا حتى نزلنا اشتغلوا منزلقات بداخل الفتحة شوفوا الشكل مالتها شلون صارت من الامام كلش حلوة ومرتبة هسا راح نجي نشتغل وردة الفستان نفسها على نشتغل الوردة الصغيرة راح نجيب خيط لون الأحمر ونسوي عقدة البداية بسم الله من بعد ما سويت عقدة البداية راح ارتفع اداعش سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ارتفعت إذا عش سلسلة السلسلة الثانية مباشرة أسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو أوكي وراها ألف الخيط على السنارة في نفس المكان أشتغل نص عمود وأيضا في نفس المكان أشتغل غرزة حشو حتى يتكون عندي هيجي شكل بتلة الوردة ننتقل إلى الحلقة الثانية سلسلة ثانية يعني حشو نص عمود زائد حشو وهكذا إلى نهاية السلاسل وهاي اخر سلسلة نشتغل حشو نص عمود ايضا حشو تمام وكملنا من بتلة الوردة نرتفع سلسلة مجرد الارتفاع وراح نقص الخيط على مسافة شوي طويلة مو هواية بسم الله وكملنا من بتلة الوردة قبل ما نشكل الوردة راح تجيب خيط لون الاخضر حتى نشتغل ورق الشجر وعلى بود يشتغل الورق الشجر جبت خيط لون الأخضر بسم الله ونسوي عقدة البداية من بعد عقدة البداية راح ارتفع سبع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ارتفعت سبع سلاسل السلسلة الاخيرة راح نتركها مباشرة ادخل سنارتي في سلسلة ثانية أسحب الخيط وأشتغل غرزة حشو وراها ألف الخيط على السدارة والسلسلة الثانية يعني نشتغل نص عمود أوكي أيضا ألف الخيط على السدارة ثالثة ثالثة نشتغل عمود بلفة ألف الخيط على السدارة وغرزة اللي بعدها أيضا عمود بلفة وراها نرجع نشتغل نص عمود واخر غرزة هي غرزة الحشو ارتفع سلسلة مجرد الارتفاع وراح ارجع اكررها لجهة ثانية نفس الخطوات حشو وراها نص عمود زائد عمود هاي اول عمود وعمود اللي بعدها وهاي عمود اللي بعدها عمودين يعني زائد نص عمود وحشو تمام شوفوا ايش سهله وبسيطه نجي على اول غرزه حشو سويناها نسوي منزلقة بعد ما سويت منزلقة راح ارتفع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وراح أكرر نفس الخطوات اشتغل ورق الشجر ثانيه واخر غرزة هي غرزة الحشو ونجي على اول غرزة حشو نسوي منزلقة وبدون ما نرتفع سلسلة راح نجي نقص الخيط شوي على مسافة بسم الله ونسحب الخيط بابرة التنظيف راح نجيب هاي الخيط الى وسط الشغل كبلت بنات هاي الورق الشجر شي راح نخليها وهسه راح نجي نشكل الوردة بالخيط اللي تركناها ايضا نخليها على الابرة وراح نبتدي نشكلها هيجي نلفها حتى تطيري شكل وردة هيجي كلش صغيرة شوفوا. راح اجي اخيطها كملت بنات تقدرون بهاي الخيط تخيطون الوردة على ورق الشجر وثبتوها على الفستان لكن أنا أريد أثبتها بمسدس الصبغ فراح أقص الخيط خلاص كلها راح أقصها تمام وخيط الورق الشجر أيضا راح أقصها لأن أنا أريد أثبتها لكن إذا تريدون انتو تخيطوها اتركوا الخيط طويل هسه نترك هاي جنب وراح نجي نشتغل تكرمون الحذاء على ود نشتغل الحذاء الأميرة الجميلة لازم تجيب خيط اللون البصلي الفاتح بسم الله ونسوي عقدة البداية من بعد ما سويت عقدة البداية راح ارتفع خمس سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نترك السلسلة الاخيرة في سلسلة ثانية نشتغل واحد وحلقة اللي بعدها اثنين واللي وراها ثلاثة اشتغلت ثلاث حشوات ورا بعض مو في نفس المكان وصلت إلى آخر سلسلة في آخر سلسلة راح اشتغل ثلاث غرز حشو واحد اثنين ثلاثة بعد ما اشتغلت ثلاث غرز حشو في نفس المكان بالجهة الثانية راح اشتغل غرزتين حشو واحد زائد اثنين تمام اشتغلت غرزتين حشو واخر غرزة اللي بيشتغلين من البداية حشو راح اضيف عليها تزايد حشوتين في نفس المكان تمام بنات وكملنا سطر الاول حاليا عدد الغرز عشر غرز حشو ننتقل الى السطر الثاني اجيب العلامة على ننتقل الى السطر الثاني على اول غرزة حشو اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو واحدة بس ارجع العلامة وراها غرزة ثانية ايضا حشو فردي يعني غرزتين حشو فردية زين من بعدها بنات راح اشتغل ثلاث تزايدات ورا بعض هاي اول تزايد حشوتين في نفس المكان وهاي ثاني تزايد ثالث تزايد اشتغل ثلاث تزايدات من بعدها بنات اشتغل غرزتين حشو فردية واحد وهاي اثنين من بعد الحشوتين يتبقى ثلاث غرز واحد اثنين ثلاثة هاي ثلاث غرز أيضا راح أشتغل بهم تزايد ثلاثة هاي أول تزايد ثاني تزايد وهاي أعدلها وهاي ثالث تزايد تمام بنات بهاي سطر سوينا ست تزايدات ثلاث تزايدات بنانا وثلاث تزايدات في قسم الأخير وحاليا عدد الغرز 16 غرزة حشو ننتقل إلى السطر الثالث في السطر الثالث راح أشتغل حشو وأرجع العلامة حشو فردي غرزة اللي بعدها أيضا حشو فردي أوكي من بعد هاي الغرزتين حشو فردية راح أشتغل ثمان حشوات تزايد وربعة حسبوها وياي هاي أول تزايد ثاني تزايد ثالث تزايد رابع تزايد خامس تزايد سادس تزايد سابع تزايد وهاي ثامن تزايد اشتغلت ثمان تزايدات ورا بعض شوفوا شكد صارت حلوة ومرتبة. هسه بنات من بعدها راح اشتغل غرزتين حشو فرديه واحد فردي الغرزه اللي بعدها ايضا حشو فردي زين واخر شيء يتبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة قبل العلامة هاي الاربع غرز حشو اربعتهم راح اشتغل بهم تزايد اول تزايد وهاي ثاني تزايد ثالث تزايد زائد رابع تزايد وكملنا بنات سطر الثالث وحاليا عدد الغرز 28 غرزة حشو خلاص راح نتوقف في التزايد نوخر العلامة ونشتغل سطر واحد ثابت لكن في الحلقات الخلفية اوكي نسحب الخيط ونشتغل غرزة حشو واحدة وهكذا إلى نهاية السطر حشوات ثابتة لكن في الحلقات الخلفية وعدد الغرز 28 غرزة حشو كملت بنات سطر ثابت في الحلقات الخلفية وصلت إلى أول نقطة إذا أنا أوخر العلامة وراح أشتغل أربع أسطور من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص وفي الحلقتين يعني حلقات النورمال تمام غادي ارتفع اربع سطور وارجع لكم وعدد الغرز لا يزال ثمانية وعشرين غرزة حشو كملت بنات اربع سطور من الحشوات الثابتة هسا نوخر العلامة وراح نشتغل عفوا مكان العلامة نشتغل حشو ونرجعها زين هاي حشو فردي الغرزة اللي بعدها أيضا حشو فردي من بعد هاي الحشوتين الفردية راح أشتغل ست تناقصات ورا بعض حسبوها ويايا هاي أول تناقص وهاي ثاني تناقص وهاي ثالث وهاي الرابع الخامس والتناقص السادس تمام شوفوا الشكل مالته شلون صارت من بعدها بنات يتبقى 14 غرزة حشو إلى العلامة نشتغلها فردية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر تمام وصلت إلى العلامة شوفوا الشكل شكل حلوة ومرتبة هسه بنات راح نشتغل آخر سطر واللي هي أولا مكان العلامة نشتغل منزلقة ونرجع العلامة في سبيل حتى نعرف النقطة مالتنا تمام؟ زين نحسبها أول شي راح نشتغل عشر منزلقات ورا بعض، هاي المنزلقة الأولى زائد منزلقة ثانية الثالثة والرابع خامس منزلقة سادس منزلقة سابع ثابت تاسع وهاي العاشر. اشتغلت عشر منزلقات ورا بعض. من بعدها بنات راح اشتغل اثنا عشر غرزة حشو. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشر وهاي اثنا عشر. وصلت الى العلامة. عشر منزلقات، اثنا عشر غرزة حشو. زين هسا نوخر العلامة من مكان بنات راح ارتفع عشرين سلسلة، لكن شوية سلاسل تكون مشدودة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عش, 11 عشرين وهاي السلسلة رقم عشرين زين من بعد ما سويت هاي السلاسل أرجع لنفس النقطة وأشتغل منزلقة تمام والغرزة اللي بعدها إذا قدرت شوفوا هاي السنارة ما أقدر أجيب السنارة صغيرة أيضا راح أشتغل منزلقة حتى يثبت فد مرة وراح أقص الخيط بسم الله واسحب هاي الخيط تمام وكملنا من الحذاء الاول تكرمون شوفوا راح تكون التقفيلة مالتها على هاي الشكل زين على نش على بود نشتغل الحذاء الثاني اللي راح اكملها وارجع لكم حتى اشوفكم هاي السلاسل شلون سووها يبنى زائد يسرى سويت الحذاء الثاني بنات حتى اشوفكم بالضبط شلون نسوي هاي الحلقة مالتها بحيث يبين هاي الحذاء انه هي يبنى زائد الحذاء اليسرى اوكي كملت نفس الخطوات كلها وصلت الى اخر سطر اللي هي لازم نشتغل عشر منزلقات زائد 12 غرزة حشو تذكرون فاوكي بداية نشتغل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة زائد عشرة. اشتغلت عشر منزلقات من البداية، نفس طريقة الحذاء الثاني، لكن من بعد العشر منزلقات اشتغلت اثنا عشر غرزة حشو. صح؟ لكن أنا حاليا ما راح أشتغل 12 غرزة حشو وإنما مباشرة أرتفع 20 سلسلة حتى تكون مكان هاي الحلقات أوكي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر عشر تسعة عشر أوكي من بعدها اجي في نفس المكان اسوي منزلقة شوفوا شقد بسيط بنات فقط هاي الاختلاف الوحيد ورا ما سويت منزلقة ارجع اشتغل 12 حشوات المتبقية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى وهاي غرزة رقم اثنى عشر وبالصدارة الصغيرة باتي. أيضا راح ادخل بهاي الغرزة حتى اشتغل منزلقة وبدون ما اسوي ارتفاع بنات راح اقص الخيط خلاص شوفوا اسحب خيط البداية هاي الاختلاف الوحيد ما بين القدم اليمنى واليسرى شوفوا هاي بعدين راح نقفلها على هاي الشكل والثانية على شكل الثاني على ودي اشتغل الفيوكة صغيرة جبت خيط لون الأصفر وبسدارة استيل رقم اثنين راح اشتغلها حتى تطيني فيوكة صغيرة تشبه فراشة ما راح اشتغلها بسدارة رقم ثلاثة اللي اشتغلت الفستان والدوبيا بالكامل وإذا بسدارة استير رقم اثنين. بسم الله. نسوي دائرة سحرية. تمام. وأقفل الدائرة السحرية بسلسلة. وهاي السلسلة راح أضيف عليها سلسلة بعد حتى يتكون عندي سلسلتين. ألف الخيط السدارة وأشتغل ثلاث عواميد بلفة. هاي أول عمود زائد. ثاني عمود زائد ثالث عمود ثلاث عواميد في دائره سحريه وراها واحد اثنين ارتفع سلسلتين واجي في نفس الدائره اشتغل منزلقه اوكي وراها سلسلتين ايضا نلف الخيط على السناره ونشتغل ثلاث عواميد واحد اثنين ثلاثة أيضا سلسلتين ونجي إلى داخل الدائرة نسوي منزلقة ونرتفع السلسلة مجرد الارتفاع ونجي نقص الخيط شوية على مسافة في سبيل نسويها شكل الفيونكة نسحب الخيط الدائرة السحرية خيط البداية شوفوا قصة صغيرة وحلوة راح أجي ألف هاي الخيط إلى وسط الشغل. أكيد الكل تعرف تسوي دائرة فيوكا لكن أنا بعض متابعاتي هم مبتدئات فلازم أشرح لهم. فاللي تعرف أكيد تقدر, تقدر تقدم الفيديو. شوفوا بنات شكل حلوة صغيرة. هسا من هاي راح أسوي واحدة ثانية. كملت بنات الفيوكا الثانية. هسا أجا وقت ننظف الخيوط الفستان هاي الخيوط الزائدة كلها من الداخل أيضا أكو هذولا كلها راح أنظفها وأيضا خيط الحذاء أنظف كلها وارجع لكم كملت بنات بتنظيف الخيوط كلها هسا راح أجي أثبت هاي الفيوكات الصغيرة تقدرون تخيطوها لكن أني أثبتها وبهاي الأثناء خليت مسدس الصمغ على الكهرباء وراح يجي أثبتها أخلي شوية فقط في وسط الشغل وسط هاي الخيوط على البتلات لا تخلون تمام شوفوا على هاي الأقسام لا تخلون وراح نجي نثبت على طرف الحذاء تمام يعني هاي تكون كأنما زرار كأنما دقمة شوفوا على الثانية أيضا نفس الطريقة شوفوا بنات كلش حلوه ومرتبه صارت هسه بدي لثبت ثبت هاي الورده صغيره ونثبتها على الورق الشجر الورق الشجر نسويها على هاي القسم ونثبتها شوفوا صارت بهاي الشكل هسه نجي نلبس الفستان اول شيء للأميرة الجميلة شوفوا ايش حلوه وهاي القسم بنات قسم الظهر مثل ما قلت لكم انا راح لازم اخلي هنا لزقه لزقه الخياطه اللي تنفتح وتنغلق لكن انا بما انه ما عندي لزقه حاليا فراح اثبتها بهاي الشكل فقط بالدبوس لكن اذا انتم عندكم ثبتوها دخلت ال... اوكي حاليا اثبتها بالدبوس وقفت الفيديو شوية لأن جرحت إيدي فعلبة وقفت هاي الدم وقلت أبدي بالفيديو هسا مباشرة نجي نلبسها الحذاء وشوفوا طريقتها جدا سهلة وهاي تكون كإدبة زرار وتشبه مثل فراشة تصير باترون هاي الاميرات كلش حلوه وسهله شوفوا هسه نجي على بود الورده هاي الفستان ارفعها ارجع افتح الدبوسه بدها بسم الله اجيب واحد ثاني شوفوا هاي الفستان مثل ما قلت لكم راح نخليها لزقة الخياطة لكن أنا حاليا راح أتركها أوكي هي زين أنا حاليا راح أتركها فراح أخليها هي هاي الوردة تكون هنا أنا وسط الفستان أخليها شوية من الصبغ خلص هلقد كافي ندخل ونصبق على الورق الشجر نهائيا فقط بالوسط كمية قليلة تمام وهيجي نجي على وسط الفستان نثبتها وهاي الورق الشجر تكون على هاي الشكل من فوق شوفوا جقيت حلوة ومرتبة شوفوا بنات جقيت حلوة ومرتبة لهنا يا بنات انا وصلت لنهايه الفيديو كملنا كل شيء يخص الاميره بيل وصلنا الى نهايه الشغل اتمنى يعجبكم الشغل والخطوات والشرح تكون واضحه ومفهومه للجميع اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس لان انا بكم اتشجع ويستمر بالشغل والقناه تكبر اكثر واكثر احبكم كل هوايه مع السلامه